ألف ألف مبروك يا قطر يا بنتي، وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بابا. شبهي الخالق الناطق قمر، مش كده يا عزوز؟ آه، ألف مبروك يا فاطين يا ابني. الله يبارك فيك يا كداب. القمر العسل ده بقى فاطين وهو صغير. اللهم صل على النبي. ايه ده يا اما، وانا كنت امور كده وانا صغير؟ امال ايه كنت؟ اللهم صل على النبي يا قمر. امال ايه اللي حصل؟ انا خدت عين ولا خدت على خاطر ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه يا اخويا، ما انت زي القمر اهو. انا بقول البنوته نسميها شهر، ايه رايك يا قطر؟ احنا خلاص يا حماتي الحمد لله اتفقنا على الاسماء، ومن بكره هروح اطلع لهم شهادات الميلاد. مش كده يا قطر؟ كده يا حبيبي. وان شاء الله هتسمي ايه بقى فاطين يا ابني؟ الولد سنهوري والبنت براءة ان شاء الله. سنهوري وبراءة تاني؟ يا لهوي يا لهوي. الله يبارك فيك يا حماتي. انت خليت فيها حماتي؟ امسك يا بنت. طالما بقى قلت امسكي يا بنت وقمت وهتشمري لي، يبقى هتتخانقي وليلتك طويله يا شقه. ايوه يا اخويا هتخانق، لا في سنهوري ولا براءة. ايه رأيك يا فاطين؟ بقول لك ايه يا شهر، انا مخنوق وتعبان ومليش نفس اتخانق، ما تتصرف يا عم عزوز. قدامي على البيت يا شهر. عزوز بلا عزوز بلا زفت، يلا قدامي بدل ما اجيب السكينة. لا يا اخويا همشي همشي. يلا الف مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك يا رب يا عم عزوز، وشكر جدا. شفتني وانا بشخط فيها؟ عجبتني جدا، ناس ما بتجيش غير بالسك. عزوز. ايوه. طيب انا هدخل بقى يا جماعه علشان اريح شويه، لان مش قادر اقف على رجلي. روح انت يا دنيا وسيب قطر معايا الليله دي برضه نفسك.